جمهور الاهلي بيحبك او حابب تقول له؟ لا، جمهور النادي الاهلي دايما، يعني انا ده انا واحد منهم، هم عارفين حاجه زي كده، انا واحد منهم، يعني انا من وسطهم، ما اقدرش اقول لهم حاجه غير ان بحبكم جدا، وعمركم ما خذلتوني بجد، ودايما في ظهري، وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم. انا لسه ان شاء الله هعمل حاجات كتير قوي ليكم باذن الله والنادي الاهلي طبعا يعني. واوعوا تزعلوا مني في اي موقف ولا اي حاجه، والله ما انا بعفويه وبطيبه، انا غصب عني لو في اي حصل لي اي مشاكل، بس انت عارفين الناس بتكبرها، وانا عارف يعني احلى حاجه ان جمهور النادي الاهلي كله عارف كل حاجه، وان شاء الله هنفرح مع بعض باذن الله السنه دي بالبطولات كلها، وهنرجع كاس العالم تاني. فرحكم، بحبكم جدا، بالتوفيق كهربا، الف الله يبارك فيك.